الشروق نشوفه كذلك الشيف ليلى واش حضرت لنا من اطباق. يعطيك الصحه ليلى. الله يسلمك ونفكرهم باللي حضرت لهم خبز الدار او خبز كوشه كما قلبت خبز الدار ياكلوا براني. اذا وجبنا لكم ان غراتان. حنا ياكلوا ضيفنا اليوم. ان شاء الله مرحبا بك. الله يبارك فيك. ودرت لكم ان غراتان بكريات السمك والبطاطا ونقول لكم باللي هذا النوع فقط من انواع لي غراتان اللي كاين. بقوا في المتابعه فقط وطلبوا حنا ما علينا غير نلبوا لكم وتشوفوا معنا بزاف وصفات. ان شاء الله يعطيك الصحه شيف ليلى. يعطيك الصحه انت كذلك. يعني فقط نحكوا على مشاريع مستقبليه. عندك حفلات او تحضيرات فيديو كليب حفلات نستنوا في برمجة مديريه الثقافه لكن في الغناء يعني نوجد في ميدلي لابرز للمطربين الجزائريين. يعني كتكريما لهم. كتكريما لهم احياء التراث الجزائري. ان شاء الله يعطيك الصحه. توفيق. يعطيك التوفيق هشام. يعطيك الصحه انت كذلك ساره. حنا نقولوا كما المشاهدين اللي تابعونا حتى هذه اللحظه ان شاء الله كنتوا استفدتوا من مختلف المحطات اللي تطرقنا لها واكيد في العديد من المحطات اللي مازالها على بقيه اقول اللي مازالها متابعه على قناتكم سي بي سي بنا وقناه الشروق تي في. بقوا دائما برونشي مع لي دو شان. نقول لكم حنا نتلاقاوكم بدايه الاسبوع المقبل مع لطفي ونتلاقاوكم حنا نهار ثلاثة ان شاء الله.